التخصص في هذه حليب انت الحمد لله بفضل الله الدولة وبخصوص بفضل معالي الوزير سيد الوالي اللي أعطانا الدفعة الحمد لله ونستنى من سيد داروا له مشاكل في الملبنة نتاعو سيد الوزير على بالهم الناس في العطف في أرضه في لاحية يقول له راك راح دير الملبنة في الأرض في لاحية يا أخي الحمد لله حلينا وبالخصوص حنا شعبة الحليب على مستوى ولاية الغردقة وين لونسيلاج الحمد لله مشى راه يمشي والمربي راهم يستفادوا صراحة وأعطى نتيجة لبس بها على مستوى الإنتاج الغردقة راه ولات نموذج نموذج للاستقلالية في الحليب الحمد لله يعني هذا النموذج لازم يتوسع ولازم نظهروه نزيدوا ندعموه هذا النتيجة هذا هو باش تولي هي تصدر الحليب منه بإذن الله راه تصدر الحليب ومشتقات الحليب الحمد لله راه كاين عندنا شفت البارح صحاب الفرماج جاو لجزائر صحاب الكمارية وصحاب الجماعة دونك هذه يعني كاين خزان هنا تاع منتوج الحمد لله الحمد كاين طاقات هنا اللي لازم نزيدوا كاين الشومام وكاين دانون لبسم اجتماع لي بروديكتور واللي عنده من البلبنات قال هاك الارض تولي اوتونوم عندك حليبك عندك كذا صراحه راهي راح تتطور هذه باذن الله انه احنا بالدعم تاع الدوله فيما يخص شعبه الحليب تاع المعز احنا كاين لونسيلاج مازال ما راهش انتيغري كما الدعم السانيتير مازال ما راهش نشوف شعبه المعز احنا اسسناها كشعبه رسميه باش يكون عندها الحق في جميع التدعيمات من تغذيه من تغطيه صحيه كل شيء وزدنا هدرنا حتى باش نديروا المناطق هذو تاع لي بيبينير دو جينيس مشاتل هذو عندنا مشاتل هذو باش نشوفوا السلالات اللي تساعدنا تاع اللحم ولا تاع الحليب باش تعطينا عطات نتيجه وحنا ان شاء الله نترموا عندنا على هذيك اللي جبت لهنا المعهد الوطني تاع تربيه الحيوانات اللي تالف عطيتهم تعليمات كي داروا المعرض هذاك باش نرافقوا هذه الشعبه لان عندها يعني عندها مستقبل كبير خاصه في المناطق هذه وخاصه العائلات الريفيه وخصوصا بالذكر المراه يعني تقدر لها هي باش تربيها وتدعم روحها منها وتعطينا حليب ورانا رايحين ان شاء الله نديروا دي فارم ايكول هنا المزرعه وين يجي طالب البارح كانوا معنا جماعه تاع ليكول ناسيونال تاع لاغرونومي جاوا داروا شافوا عجبهم الحال رانا نديروا يصال وين يكون فيها ديكور اسمه تيوريك اي براكتيك شوف حنا في اطار الحكومه والتعليمات تاع السيد الوزير الاول العنصر البشري هو الاساس هو الاساس قلنا نحب نطور الامور العنصر البشري قلنا نحب نعصر انظمه الانتاج هو العنصر البشري كاين التعطيل المهني هذا لازم ندعموه كاين التكوين المهني مع السيد معالي الوزير ومعنا باه مدعمنا باش نخدموا في شراكه ونلبوا كاع حاجيات نتاع الفلاحين تاعنا المنتجين وكاين التعليم العالي والبحث العلمي باش نستغلوا جميع نتائج البحوث هذه والتعليم العالي ونستغلوا الجامعه باش تنخرط معنا في العمليه هذه ونخدموا يعني بكل انسجام باش نرفعوا من قيمه الانتاج تاعنا فور افران ديفلوبمون لازم لانفورماسيون الى فورماسيون بارك الله فيك لي دو بوين سونسيال حنا ماذا بينا هادو اللي